الخير، مساء النور عشاق هاد اللمة الفنية. مرحبا بكم في حلقة جديدة وسهرة جديدة مجمعتنا زينة. سهرة اليوم كتجمع بين الغناء والابتسامة والتحديات، وغنمشيو بسرعة ونستقبلوا أول ضيف حاضر معنا. هو مدرسة فنية متكاملة، سنوات من العطاء ومن الأعمال اللي غتبقى راسخة في الخزانة الموسيقية المغربية. اليوم حاضر معنا في جمعتنا زينة، استقبلوا بحرارة الفنان والنجم مصطفى بورغون. مصطفى مرحبا بك، نهار كبير هذا. الله يطول عمرك. سعداء انك اليوم معنا في جمعتنا زينة. انا سعيد بوجودي معكم وانا فرحان معكم في المره الثانيه، وكنوجه تحيه للجمهور اللي حاضر معنا. مرحبا. والناس اللي كيشاهدونا عبر القناه الاولى من داخل وخارج ارض الوطن، وتحيه للاوركسترا سيزروال. مرحبا بك، مرحبا بك سيدي مصطفى. وإلى جانب الفنان والنجم مصطفى بورغون، اليوم حاضر معنا قامة فنية كبيرة، قامت بمجموعة من الأدوار اللي بقت راسخة في الأذهان ديال كل مغاربة. فنانة دارسة وعارفة بأصول التمثيل والتشخيص، واليوم حاضر معنا ومنورنا في جمعتنا زينة. استقبلوا معايا وبحرارة الفنانة والنجمة بشرى أهريش. لاله بشرى مرحبا بك. شكرا نسيم على التقديم الرائع، شكرا ليك وشكرا للجمهور حاضر معنا. وجمعتنا دائما زينه. اكيد جمعتنا زينه بكم وبحضوركم، شكرا لكم على قبول الدعوه. نبداو سهرتنا. مرحبا جمعتنا زينه، تفضلوا معنا. مرحبا بكم. اهلا وسهلا نسيم، نهار كبير هذا. وجودك السي نسيم الله يطول عمرك، الابتسامه ظاهره على الوجوه ديال الضيوف ديالنا، كتبعث بوادر سهره فنيه جميله. ان شاء الله ان شاء الله ما غادي تكون غير جميله، لان جمعتنا زينه وغادي تكون دائما زينه بهذا الوجوه النيره وبجود. الله يطول عمرك، وايضا بالضيوف اللي غادي نستقبلوا. ايضا باقين عندنا ضيوف اللي غادي نستقبلوهم. اول ضيف اليوم حاضر معنا وقامه فنيه كبيره، فنان شعبي قدر انه يبصم الاسم ديالو في الساحه الفنيه الشعبيه. اليوم حاضر معنا في جمعتنا زينه، استقبلوا معايا الفنان والنجم عمر شريف. يا عمر مرحبا بك. الله يحفظك يا مولاي، الله يخطيك. نهار كبير هذا، نهار كبير لينا، الله يخطيكم. ميرسي بوكو، شكرا على هذه الاستضافه اللي ماشي هي الاول من نوعها. وانا جيت فرحان معايا هاد الناس الغزلان، لاله بشرى وسيدي مصطفى بورغون اللي شحال هادي ما شفتو وتوحشتو. شكرا سي عمر، شكرا لك سيدي نسيم. العفو العفو العفو، مرحبا بك. وباش تكتمل اللمه غادي نستقبلوا الان فنان ونجم مغربي شاب صعد سلم النجاح بثبات وقدر انه يفرض الاسم ديالو في الساحه الفنيه، دائم الابتسامه وقريب القلوب كل مغاربه، واليوم سعداء انه حاضر معنا ومشرفنا في جمعتنا زينه. رحبوا معايا بحراره بالفنان والنجم حمزه الفيلالي. قبل ما نجي ما كرهش شي خلاس شي شعبي الواحد فهمتي يدخل سخون واحد. الله يرحم لكم. يلا كلشي كلشي كلشي. مرحبا 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 بك. نهار كبير هذا، ثقتكم على الفنان حمزه الفيلالي. نهار كبير هذا، مرحبا بك. فرحان بزاف بعدا نكون معك سي نسيم، برنامج كنتفرجوا فيه بزاف كنا خصنا ندوزوا فيه. مرحبا بك والله الا شرفتينا. ونهار كبير هذا انك اليوم معنا سي حمزه. الله يحفظك، وشرف لي نكون مع اهرام ديال الموسيقى الشعبيه، نكون مع الهرم كبير. الهرمه الاخت والصديقه وكل شيء فيها تبارك الله. استاذ بشرى الصديق والمجتهد واللي كينظر على بزاف ديال الاتجاهات. الله يحفظك بيلوط ديالنا. شكرا شكرا.
تفيقاتكم لا حد الفيلاني خجلتي تواضعي. اكيد يوم تكون سهره متميزه في حاضر فيها الفن الشعبي حاضر فيها الابتسامه. شو الابتسامه تبارك الله على الوجود ديال الضيوف ديالنا. نتمنوا ان هاد الروح وهذه تكون كتوصل للمشاهدين. كنظن بانه اول ما ممكن نبداو به واجمل ما ممكن نبداو به هو الموسيقى. اليوم حاضر معنا مدرسه فنيه سيدي مصطفى بورغون، سنوات من العطاء واليوم في جماعة نزينة. كيفاش ممكن يشوف سي مصطفى غناء اللي ممكن يقدمه بعد السنوات اللي يقدم للجمهور تذكروا به ربما الزمن الجميل؟ الحمد لله احنا باقيين عايشين في الميدان الفني بحب ديال الجمهور، لولا يعني كانت النهاية تكون شحال هذه. ولكن يعني الحب اللي كيبان لك الجمهور تيعطيك واحد القوه يعني بانك تشتغل. ولو ان المده الحمد لله دابا راه 43 سنه في الميدان تبارك الله، باقي الناس من شمال المغرب من جنوب المغرب من الغرب كامل الحمد لله ومن برا باقي تيعيطوا باقيين تيطلبوا مازال تيقول لك يعني اقل حاجه كيطلبوا كيقول لك اغاني قديمه ما بقيناش لقيناها. صحيح، هما يعني زرعوا في واحد الروح وواحد الحماس باش عاودت الاغاني القديمه عاودتها بوما ما غيرتهاش واحد 100%. لا بالعكس بقات في الاصل، بقات اللمسه البورغونيه كما كنقولوا. هذا طلب ديال الجمهور ما تقدرش ترفضه. الا خصك تقدموا تقدموا لي في احلى حله يعني باش يبقى دائما الحمد لله. واليوم في جماعتنا زينه وحنا كنذكروا هذه الايام الجميله والريبرتوار الكبير، شحال من اغنيه ممكن تكلموا عليها سي مصطفى؟ في الريبرتوار ديال مصطفى شي 475. تبارك الله 475 اغنيه كنقولوا مدرسه فنيه غوب سكولير بورغون تقريبا 106 البوم. 106 ديال لي زالبوم تبارك الله. 106 الالبومات على امتداد 43 سنه. والجميل في مصطفى في واحد النوع من الخجل، واحد النوع من الحياء، ما كيعرفش يهضر على خدمته. صحيح، اسمح لي يا سي مصطفى، دابا هو قال لنا 106 ياك شحال قلت 106 اكيد غيكونوا اكثر، وهو خجلا منه وحياء منه ما تيقولش كل شيء، ولكن في تجربته الغنيه والممتده 43 سنه بزاف ديال الفنانين تلمدوا على يديه. صحيح، وتخرجوا من المدرسه ديالو، واخا هو يعني تيقول لك انا ما بقيتش تنغني، ولكن كاين جمهور وفنانين اخرين اللي مشاو على المسار ديالو. الله يطول لك العمر. امين. شكرا، شكرا على الكلمه الطيبه والشعور نبيل. شكرا شكرا. وهذا امتداد تبقى حتى الفنان الحمد لله اللي الشباب اللي كاينين دابا فيهم الخير والبركه الحمد لله. والمهم هذا المهم حنا كندويو على الالوان المغربيه كامله في الموسيقى ديما ان شاء الله اللي هو كيدير شي لون انه يعطي ويزيد ويتعب فيه ويعطي يجتهد على اساس يبقى ذاك العالم ديال هذاك الفن هذاك اللون يبقى يا سواء راي سواء سوسي سواء شلحه سواء قناوي سواء شعبي اي واحد اللي في اي لون كيديرو يجتهد فيه وما يبخلش عليه يعني بالتعب ديالو يعطي كل ما عنده على اساس يبقى دائما. حنا دابا الشعبي كيبقى من واحد لواحد دايز الحمد لله كاين الخلف فيه الخير لان كلهم تبارك الله عليهم كلهم كيحفظوا كلهم اصوات جميله هذا شيء تيبشر بالخير. انا بقى دائما الشعبي يبقى في ذاك النيفو ديالو دائما ان شاء الله. وسي مصطفى اللي بغيت نقول سمح لي سي نسيم سي مصطفى داز معايا في واحد البرنامج شحال هذه قسما بالله زعما هذه شهاده من القلب ما كيتبدلش. والحاجه اللي عجبتني فيه بزاف انه كيحب الفنانه اللي جايين يعني ما عندوش بالعكس معطاء وهذه شيء مهم في الفنان انه واخا يكون يعني عنده واحد ريبرتوار وداك الشيء يبغي يشجع الفنان اللي تصاعد كيشاركوا مع الناس لان كتولي تبقى مدرسه كيبقى السوق كبير وكيبقى واحد الفن ديالنا ديال المغاربه اذا خاصو يشجع هادشي. وفيما كيدوز معنا في شي برنامج كيهضر على الشباب اللي طالعين وكيعطيهم النصائح وانا كنفتخر بك سي مصطفى. شكرا حمزه شكرا تحيه ليك سيدي مصطفى. كيخدينا كنعطيو ما تنخزنوا حتى شي حاجه على اساس اللي الا عطيتي شي حاجه وعطيتها على يعني صحيحه الواحد وتعلمها وقالها صافي بليزير حتى الناس يتقبلوها بان ديك حاجه صحيحه. يعني ما تقدرش تفكر انك تعطي شي واحد شي حاجه غلطه او لا تخبيها عليه ولا لا بالعكس حنا دايزين والاخر جاي وشي غادي. هذه هي الحياه وهذه هي اخلاق الفنان الحقيقي. سيدي مصطفى شوقتينا اننا نسمعوك. الله يحفظك خويا نسيم. شوفوا لاسين شنو غتقول. مرحبا. ونبقاو مع الفنان والنجم مصطفى بورغون. تفضل.
وإلا ما بغيتيني
ثقتكم على الفنان الكبير مصطفى بورغون. كنت محتاجة والله. محتاج. كنا محتاجينها. تبارك الله عليك. الفنان مصطفى بورغون سعيدي. عرفتي مع خوك هاد الايام عندو شي كريديات انا نعاود. سي مصطفى تبارك الله عليك. سي مصطفى بشرى شكرا شكرا. غنيتي وحنا شطحنا. شوف درتي فيا واحد الخير كبير سي مصطفى. والله كانوا عندي شي كريديات طالع لي الدم. صح. دابا اللي تيتساني هاني هذا. شي مشكل. شكرا تبارك الله عليك. تبارك الله على سيدي مصطفى. الله يحفظك خويا. دائما متالق ودائما غزال. الفنان بشهاده الجميع وجميع الفنانه وجميع الجمهور. انسان الفنان الخلوق. المتواضع فنان من جميع الله العظيم الى شهاده على جماله شهاده على راسك بارك الله عليك يا عمر فنان كبير كذلك جميل اسمك الحمد لله راه ماشي في المغرب راه خارج المغرب كذلك جميل هذا الحب وهذا الود اللي كاين بين الفنانين المغاربه خاص يكون شي اللي خاصو يكون راه الشيخ يكون راه الفنان شنو هو الفنان كما قال السي عمر باك يكون الاخلاق يكون القلب زوين يكون التعاون لان كنا كنخدموا لواحد الانسان اللي هو جمهور يعني جمهور. خاصنا نتعاونوا مع بعضياتنا وخاصنا نشجعوا بعضياتنا لان كل واحد راه تقدر تلقى واحد كيبغي 60 فنان يعني ماشي انا غندير لك الجمهور ديالك ولا انت غدير لي صحيح خاصنا نتعاونوا ونتحابوا والدنيا دايزه اش غنديو معنا داكشي اللي كاين حمزه واحد القضيه هما سماهم على وجوههم الله يحفظك نعم كاينين الناس اللي كيف كتحس بهم تيحبوك كتبادلهم نفس الحب كيحبوك حتى انت كتحبهم الحمد لله وكاينين شي ناس صافي عمر صافي ما كنعصب عمر صافي عمر حد الناس مالي ان اجمل وارقى وانبل صفه عند الفنان واللي كينتمي ليها السي مصطفى هو الكرم لا جينوغوزيتي الوغ الفنان الا ما كانش كريم في العطاء فكتبان في وجهه شوف دابا غنينا هذه الاغنيه مع السي مصطفى اللي عندها سنوات وسنوات سعيدي ولكن سعينات تحية لولاد سعيد كلهم والجمهور باقي حفظها ظهر قلب 89 89 ناري يلا تزاديتي ديك الساعة بوشرتش أنا صافي صافي كنت يلا تندير ولكن هذه الأغنية هذه شوف دابا غنيناها وغناها معنا الجمهور أغنية لكل الأجيال وهذا هو الجميل كل الأجيال وكل الناس يعني وكل مختلف الأجيال اسمح لي أخويا نسيم بهذه المناسبة كنبغي نقدم اخي وصديقي والفنان الجميل والعشره الطويله لان انا عاقل دخلت انا وياه التحضيري 69 70 المعرفه ديال الزيتوني الفنان الزيتوني الفنان الزيتوني تحيه ليه الزيتوني راه لعبت انا وياه في التراب لعبنا الكره في التراب لعبنا راه كنقول لك التحضيري دخلنا ليه 69 70 بقات الصدقة الحمد لله ما عمرت خيرة تصور من 69 70 إلى يومنا هذا الزيتوني بقى الصديق الوافي المخلص هذا الشيء كنقول الجانب الإنساني أما الفنان أنا تنقول المرة الثانية بأن أحسن صوت في مجموعة نجوم بورغون هو الزيتوني مصطفى فنان الزيتوني أكيد صوت دافئ جميل هو إحنا مجموعة نجوم بورغون وبهذه المناسبة كان عاود نكررها المرة الثالثة أن رغط رجع المجموعة وأنا وحدة أعطيته الناس في 2017 وباقي عليه غير كاين ظروف ديال كل واحد في الإخوان كل واحد والظروف دياله ولكن إن شاء الله غادي تكون واحد صراء إن شاء الله تكون خاصة مجموعة نجوم بورغون اللي غنذكروا فيها الناس بأغاني الثمانينات والتسعينات وغنخليوا هذيك السهرة أنا تنتخيل غير كهدية الجمهور اللي حبنا صراحة واحد الحب راه خيالي صحيح يعني ما يمكنش حنا ندخلوا عليه وما نعاودوش الحمد لله حنا ملي بقات الاخوان باقي المجموعين وتنقولها مره اخرى بان الاصوات الحمد لله باقا كامله مزيانه بارك الله زيتوني لا بشعيب ولا رشيد رشيد باقي الاصوات الحمد لله باقي تحيه اليوم تحيه لسي بوشعيب وسي رشيد دابا بحال كنقولوا جينا غير نوجبوا باقي قول وهي بشعيب ورشيد ان شاء الله وكان وعدوا القناه الاولى ان شاء الله ان يكون سبقا تكون السهره خاصه بمجموعه نجوم بورغون لان كاين ريبرتوار كبير وكبير بزاف ونذكروا بها الاغاني ونتمنى ما نكونوش نهضروا فيها بزاف نغنيوا فيها بزاف هذا ان شاء الله كما غنغنيوا اليوم في جماعتنا زينه وعندي واحد الطلب ملي قلتي الغناء انا مزوك فيك الى عزيز عليك مرحبا مزك كبيره سي حمزه الله يودك كيحلي راسي على الله يودك مرحبا على الراس والعين هذيك الطالعه في الطوبيس طالعه
طاكسي بيض ما عرفتش فاش جات ولكن شوف هذيك راه خصني نسمعها انا كل صباح. ركبي في الطوبيس ولا الطاكسي بيض ركبي في الطوبيس خفيف وظريف حدو المعارف. الله الله شوف غندوزو من بورقو المعارف المعارف بورقو المعارف بورقو المعارف حتى يكون الناس الدار البيضاء. سمعوها سمعوها الله ما كرهتش عفاك انا طلب خاص. مرحبا على الراس والعين. سمعوا واحد المقطع منا. جينا العشية في الطوبيس في فوضري بحطو المعاريف جيتي ما جيتي وقع لا تجي والحال يجيبك دراك ورضا فوق الميدة تحت الكبيدة وجي جاك عسل مجاني ودرناك ورضا فوق الميدة تحت الكبيدة ودرناك عنيفة قرص العفت سموما ويلي يلي أمو ما بغت أختو ما بغت أخيب الكيات يا بعيدان كنا أسا ونشاري بيديا ويلي يلي جيبو وبقيتو زا ومشال عزيبو وأمور القدشي سمع كل شي بضا غير شي أنا جيتي ما جيتي قعدت جي والحالي جيبان جيتي ما جيتي قعدت جي درنا من غيرك من عندي شدي من عندي يا شوكولاط بلدي ما بغيتي ندير شي سبب ردي لبلادي الله الله رابو نسيم قلتي على خاطرك أسدي حمزة. الله يلا على خاطري ومن أعز الأغاني عندي وكان فتخروا بيك بزاف 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 يا نسيم. سمح لينا ما جبتناش لك تاكسي بيض قلنا الطوبيس الطوبيس أشي لك إلى دوقيش. شكرا بزاف الله يكفر بيك وشا من الناس اللي كان احترموا بزاف الله يطول إن شاء الله عليك دكتور وما شاء الله عليك فنان وأخلاق سمعتي كل شيء ما خليتي لنا والو. العفو العفو الله يطول لي عمرك شكرا ليك والله إلا شهادة كنعتز بها شكرا ليك وبقاو دائما في هذا الجو الجميل سمعنا السعيدين سمعنا طيوح ديال الغزال غادي نمشيو عند سي عمر الشريف أكيد شي عيطة بيضاوية. السلام عليك شي بركة وصف. شي بركة مما عندكم عمر الشريف تحت فقاتكم. Thank you.
توفيق لوان سيدي لوان وكاسك يا وحيدة وغير شديه ولا رديه ألوان وقالت لي نعطيه شبطني نعطيه الشواب أجي داوي مرضيه وقلت لي ألوان سيدي لوان تبارك الله عليك عمر الشريف. مشاهدينا سهرتنا يلا بدات غادي نتوقفوا للحظات وراجعين لكم. رجعنا لكم أوفياء القناة الأولى في سهرة جماعة نازينا والأول أول فقرة وأول تحدي تحدي الكاسك. تحدي الكاسك وتحدي اللي كنقدموا لكم جمل من أغاني مغربية أو عناوين ديال الأغاني غتكونوا دايرين واحد الموسيقى في ودنيكم ونشوفكم واش غتعرفوا على هاد الجمل اللي غادي يتقالوا. ديروا لي كاسك من فضلكم ونمشيو على الحملة. كاين الحملة ديروا الكاسك باش يعرفوا المشاهدين راه طالقين لنا الشعبي باش يعرفوا الناس راه بغاو يهاوشونا الناس. دونك نمشيو عند لالا بوسرة غادي تشوفوا في هذا الاتجاه ونشوفوا اول اغنيه في تحدي الكاسك. حكايه ترويها لعكايز للصبيان. في الميكرو. حكاية غدا حكاية شو ما كتغوتي عاد حكاية تعاودها لعجايز الصبيان. عاد حكاية تعاودها لعجايز جالس الصبيان. جالس شو واحد جالس العجايز جالس العجايز جالس مالو حكاية الصبيان. حكاية عاودوا هل عاودوا هذيك عاودها شرقت العجايز جالس على عودو العجايز الصبيان جالس على عودو. دوزو شوف عمر الشريف. السلام عليكم صباح الشباب بخير شنو زعما إدادة على عودو. قالت لي إدادة على عودو عكاز عكاز هي عكاز عكاز إدادة عكاز إدادة بحال هكا دارت بوشرة والله شوية إدادة عكاز كاينة عكاز 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 هذا دا ما عرف شو لابا عكاز طريق. قول لي شوفوا داكشي اللي سمعتي شوفوا مع السي مصطفى قالوا لي عكاز 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 هي اللي عارف انا عكاز عكاز حيدوا لي الكاسك ديالكم. كاين عكاز عكاز طريق عكاز طريق حيدوا لي الكاسك ديالكم. حيدوا لي الكاسك عاود
حيدوا لي كاسك، حيدوا لي كاسك. كنت مزيان انا، كنت مزيان. دابا شنو هي شنو هي الجمله؟ الجمله تقول حكايه يعاودوها العقايز للصبيان. انت لاصقه ولا مش لاصقه؟ لاصقه. كتقول لي دا شنو؟ شنو انا دا حكايه حرام حكايه حكايه. شي تسمع داك انت فهمي ميكرو ضرب الميكرو، كنت نسى الميكرو سي عمر وهضر في الميكرو. حكايه حكايه شوف لا قالت لي كانت أغنية حكاية حكاية ترويها ترويها العقايز للصبيان. كان يا ما كان من الأغاني الجميلة ديال عبد الوكالي، هذه ما توفقتوش فيها بتاتا. نشوفوا أغنية أخرى ونمشيو من عند سي مصطفى ونشوفوا واش غتعرفوها. ديروا لي كاسك ديالكم ونشوفوا ديفو فين كاين. شوفوا في هذا الاتجاه، هذا الاتجاه أها ديال الكاسك. شحال تسنيتك ما جيتي؟ شوفوا السي عمر شنو يعرفها. الاولى الكلمه الاولى في الميكرو. شحال شحال ميكرو انا تسنيتك شحال شحال هل تسنيتك تسنيتك وي تسنيتك ما جيتي؟ بارك الله عليك. شوفوا حمزة الأول شحال شحال سنيتك شحال سنيتك ما جيتي؟ بارك الله عليكم. هادي هادي عرفتوها شحال الميكرو شحال سنيتك الميكرو شحال شحال سنيتك شحال شحال سنيتك سنيتك ما جيتي شحال سنيتك ما جيتي؟ حيدوا لي كاسك ديالكم. شكرا. حنا معنا مولاه وما نعرفوهاش. معنا صاحب الاغنيه. حيد الكاسك ديال مصطفى. معنا صاحب الاغنيه اللي عرفتوها بزاف. شفتي مع السي مصطفى في ليكيب اغاني الجميله. شحال سنيتك ما جيتي اكيد غندندنوها. ضروري نسمعوها وندندنوها. موسيقى مايسترو. شحال سنيت ما جيتي يلي غبتي وشحال سنيت ما جيتي ملي غلت عشقيتي حرقتي قلبي ملي فيه ملي فيه ملي فيه وانت 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 اللي ضيعتي شحال سنيتك ما جيتي يا ملي غلت عشقيتي شحال سنيتك ما جيتي يا ملي غلت عشقيتي حرقتي قلبي ملي فيه ملي فيه ملي فيه وانت 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 اللي ضيعتي وليتك يقولني واش غالي كيف بغيتو وطلب منو يعاود لي واش انا اللي عليتو او سولك فيك يقولني واش غالي كيف بغيتو وطلب منو يعاود لي واش انا اللي عليتو درتي الخاتم في ايديك وغرتي موقيت نواتيك موقيت نواتيك وشحال سنيتك ما جيتي يا ملي غبت عشقيتي وشحال سنيتك ما جيتي يا ملي غبت عشقيتي يا وحبستي قلبي ملي فيه ملي فيه ملي فيه وانت 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 اللي ضيعتي. من الاغاني الجميله اكيد كتذكر ذكريات جميله ديال هذه الاغنيه. اغنيه عندها تاريخ صراحه. اغنيه من البوم 86. اغنيه الكلام ديالها يعني خارج من اعماق القلب ديال الكاتب وكنعاود نحييه مره اخرى سي عبد الحق مسطار الاستاذ عبد الحق مسطار استاذ فرنسيه صاحب الكلمات والالحان عبدو ربيه. والاغنيه يعني
درتينا واحد الطريق كبير الحمد لله، وعرفتنا بناس، عرفتنا بجمهور كبير، والفضل ديالها ما غنساوش، الفضل ديال الله اولا والفضل ديالها ما كاينش شي مغربي ما كيعرفهاش. ما كاين الحمد لله، واليوم بالكاسك وعرفت تاريخ والحمد لله استمتعنا معها اليوم في جمعتنا زينه. شوفوا اغنيه اخرى، مشيو لتحدي الكاسك، نبداو بوشرى، مشيو عند لالا بوشرى، ديروا لي كاسك ديالكم وشوفوا في هذا الاتجاه. مراكش يا سيدي كله فرح لك. حمزه مراكش بلارج. لا مراكش مراكش بلاج. لا مراكش مراكش بيناج. مراكش 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 ما تحيدش الكاسك بغا يحيدو. مراكش عندك مشكل؟ عندك مشكل؟ لا ما عنديش مشكل، انت عندك مشكل. هذه سمعتيها مراكش مراكش. كملي كملي. مراكش يا سيدي كله فرح بيك. والله ما فهمت. مراكش بلارج. ياك بلارج 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 بلارج. لا ماشي بلارج، لاتي مراكش. وك انا نصير مراكش مراكش كله كل كل كله 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 فرح فرحان. فرح فرح فرح. كله فرح فرح كله فرح. مراكش كله فرح بيك. مراكش كله فرح. برافو. عرفها اخيرا. بزاف تعطلوا. مراكش ميكرو. مراكش مراكش كله كله فرحان بيك. يفرح بيك. فرح فرحان بيك. مراكش كله فرحان بيك. مراكش مراكش كله فرحان فرحان بيك. شوفوا سي مصطفى، هذه أغنية مراكش 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 كله كله فرحان فرحان بيك. مراكش كله مراكش مراكش كله مراكش فرحان. مراكش يا سيدي كله فاخر بيك. مراكش كله فرحان بيك. حيدوا لي كاسك ديالكم. سي مصطفى وطلعتوا ولكن صلحها. فرحان مراكش يا سيدي كله فرح بيك. مراكش انا قلت مراكش حيت يا سيدي. حيت يا سيدي كله فرحان 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 بيك. هي مراكش يا سيدي كله فرح بيك. مراكش يا سيدي كله. الاغاني الجميله ديال الراحل حميد الزهير. انا كنت كنقول لك كله فرح لك، انت كتقول لي لا فرحان. مصروا عليها. ما يمكنش هاد الاغنيه ما ندندناش. ضروري ضروري. موسيقى مايسترو. تيتا بابام تيتا رارا مراكش يا سيدي كله فرح ليك كله فرح ليك. مراكش يا سيدي كله يتفليك كله يتفليك. مراكش يا سيدي كله فرح ليك كله فرح ليك. مراكش يا سيدي كله يتفليك كله يتفليك. بقدومك يا بطل يا محمد السادس بقدومك يا بطل يا محمد السادس بقدومك يا بطل يا محمد السادس بقدومك يا بطل يا محمد السادس. مراكش يا سيدي كله فرح ليك. ايوه هو 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 مسترب على بين لا لا لا. لا شاف فكر لا شاف فكر هرجع ونشوف السلطان هرجع ونشوف السلطان. لا شاف الدار لا شاف الدار هرجع ونشوف السلطان هرجع ونشوف السلطان. قالوا كلهم راح توحشناك مدة ما شفناك يا محمد السادس. قالوا كلهم قالوا كلهم راح توحشناك مدة ما شفناك يا محمد السادس. مراكش يا سيدي كله فرح ليك. يا سلام
تبارك الله عليكم. جو اكثر من رائع. شوف ما نضيعوش هاد الانرجي. شوفوا اغنيه اخرى. مشيو عند سي مصطفى ديروا لي كاسك ديالكم ونشوفوا اخر اغنيه عندنا. ديروا لي كاسك ديالكم. اخر اغنيه سي مصطفى. هل محين هل فقيس هل اللي راسو خاوي. تفضل. كيدق. أربعة الكلمات. المحين لمحين 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 لاباس لا أمارة. لمحين 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 تعب. المحين تعبان. لمحين تعبان. اه قريبة لها قريبة لها قريبة لها قريبة لها. كتصدمني. لمحين لمحين لباس لمحين. ثانية ثانية ثانية. فقايس 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 لفقس. فقايس لفقاس قايس. فيها الفقاس فيها الفقاس. لفقايس لفقايس لفقاس لفقايس. ثالثة. هلي راسو خاوي. راسو راسو خاوي. شوفوا لمحين لفقايس هلي راسو خاوي. هذاك الشيء اللي سمعتي. هلي راسو خاوي. أغنية فيها أربعة الكلمات. أربعة الأولى والثانية أنا ما عارف. وارد. راسو 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 خاوي. ما حتى الموسيقى ما كاين. راسو خاوي. ما حتى الموسيقى قليل. راسو خاوي. راسو خاوي. راسو خاوي. الأول الفاس. قال لي راسو خاوي. المحين اللي راسه خاوي. اللي راسه خاوي. شي حاجه راسه خاوي. الفاس. اربعه الكلمات. عاد الكلمات. المحاين المحاين حاين الحداير. اسكت عندك تقول شي حاجه باش هذيك التلفازه هذه. المحاين المحاين حاين. الفقايس. قايس قايس قايس. الف قايس. قرارس. اللي راسه خاوي. راسه 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 خاوي. المحاين. الف قايس. اللي راسه خاوي. بارك الله عليكم. حيدوا لي كاسك ديالكم. حيدوا لي كاسك ديالكم. هما بثلاثه عرفوها. يلا عرف هذوك الجوجات اللي تلفوا لك. شكون هما؟ الفقايس والمحاين. الفقايس والمحاين. وهي سي مصطفى ما يقول لك لا. وشوف قال لي لا. وقال لي الاخره قال لي هل راسو خاوي. ودارت حمزه قال لي هل راسو خاوي. الاول الثانيه ما عرفتش. عرفت انا راسو خاوي. لا فاش بغيت نعرفها خاسر انا. دابا انا فاش نعرف كنعاود كندير يا لي راسو خاوي. كنشوف هاد هاد فاس فاس. حبني القرارس القرارس. كانت غتولي قرارس. الفقاس الفقاس. هل محاين هل فقايس هل اللي راسو خاوي. كانت اخر اغنيه عندنا في ديو. هل محاين هل فقايس هل اللي راسو خاوي. كانت اخر اغنيه عندنا في تحدي الكاس. وهي اللي غادي تكون ديو الحلقه اللي غادي يجمع بين مصطفى بورغون وعمر الشريف.
هلي راسو خاوي جابوني نبغي وقعد رومي ومكتوبي عيلي 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 المحي القايس هلي راسو خاوي ومدام الزين حفظ الكريم مكتوبي ويلي عيلي ويلي عيلي عيلي القايس هالمحي اللي راسو خاوي زين هلي القايس اللي راسه خاوي واخوتنا يا سلامي ذوبنا الاحلام ذوبنا الكتاب يا مدام الزيان اهدى دهام ودد وعيط الله سيد الله سيد مصطفى وهيا ولا نخرج ديني وشعبي بغيني أمي بتداويني أهدى النعم ودد وعيط الله صيب الله ويا شوشة وهي المعاني رزت حياتي من عشرين قامة بيتان صوت أنا والحبيبة بيتان صوت أنا والربيبة اللي لوا اللي لوا اللي لوا اللي لوا اللي لوا سيدي عمارة للهوى للليلة سيدي عمارة عمر هوى بيت صوت أنا والربيبة للهوى بيت صوت أنا والربيبة للهوى بعثت القنب حرص عيبة للهوى بيت صوت أنا والحبيبة للهوى بعثت الحبيبة حرص عيبة للهوى 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 يا ليلي يا عيني
تصفيقاتكم على مصطفى بورغون، عمر الشريف، ديو. الحلقة حصرية لأول مرة لبلاطو جماعة نازينا. تصفيقاتكم على عمر الشريف ومصطفى بورغون. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك سي ناسين. إبداع فنانة أصوات دافئة، جولة بيضاوية كما كنقولوا. الله يحفظك. تبارك الله عليكم. والله إلا أبدعتم. قبلوا علينا، قبلوا علينا، درنا شوية من ما قل ودل. عرفتي باش يعرفوا الناس زعما باش يكونوا جوج فنانة بهذا الوزن، فهذيك الخشابة زعما خاصها تكون مصوبة بالساس مزيان باش يطلعوا فيها باش يطلعوا. تبارك الله، زعما راه قيمة كبيرة للموسيقى المغربية. شكرا كي جيت كان هذيك 200 درهم اللي عطيتيني قبيلة راه خدامة. قريب ذاك 4000. 4000. لا والله لا. الحمد لله الحمد لله، حنا فخورين بالتراث ديالنا القديم. قال لك جديد له جده والبالي لا تفرط فيه، لان التراث ديالنا غني وغني بزاف ومزيان. كان احنا يعني دزنا في الوقت ديالنا وما نسيناش، غنيناه التراث اللي ندير الناس اللي قبل منا الله يرحمهم اللي خلاو لنا ديك الثروه. الصراحه ثروه غنيه كنفتخروا بها حنا كمغاربه. كنز كبير، كنز كنز ما عنده ثمن. الحمد لله احنا دابا غنينا منه شي حاجه والناس كلهم كيعجبهم، حتى الجيل الجديد واخا يكون اول مره كيسمعوا يعني كيتفاعل معاه، يعني كيبقى داروه ناس من القلب ديالهم. صحيح. والناس اللي استقبلوه في ذاك الوقت واخا غير بآلات بسيطه وهذا، ولكن عنده واحد الوزن كلحن ككلمه، عنده واحد الثقل كبير. صحيح. على المستمع. وهذا احنا ديما تنقولوا الحمد لله على الحمد لله الثروه اللي عندنا نحافظوا عليها من جديد. ان شاء الله سيدي مصطفى الله يعطيك السرت. انا قبل ما تمشي لي من بالي بغيت نتفكرت انا وليداتي كيف شكرته وليداته، بغيت نشكر وليداتي. مرحبا مرحبا. تنحييو عازف كمان سي مستور حميد مستور، ليزابلوديسمون مستور عازف ممتاز. وخويا احمد البيضاوي، هذا احمد البيضاوي الله يسلمك احمد، ومغني والشيخ كبير رواد العيطه البيضاويه. انت تبارك الله رواد من ديال العيطه وعازف درامز. شنو سميته خويا هذا؟ خويا ربيع الغزالي زابلوديسمون. وما نساوش الفرقة الموسيقية برئاسة سيدي راشيد زروال، تحية خاصة لجميع الموسيقيين. شكرا شكرا. تبارك الله عليكم. اللي زوينة السي نسيم هو هذه الكلمة الشكر اللي عطى للموسيقيين. بعض المرات تيكون المغني أو للمطرب في الواجهة ومراته تنصطف ديال الموسيقيين. سي عمر وسي مصطفى قبل ما ندخل للاستوديو ما تيقولش الموسيقيين اللي معايا، تيقول وليداتي. وليداتي فين ولادي؟ ولادي راه مازال ما جاوش، لكن عين واحد ولدي عاد يوصل. وهذا الشيء هو الجميل في العمل الجماعي اللي بغينا نقولوا. شي تيكمل شي ضروري، حنا بلا بهم والو طبعا، لان حنا يعني الوظيفه ديال الفنان بالاخص في الغناء هو كيحافظ على واحد التراث اللي شفاهي، تراث لا مادي. وهذا التراث لا مادي ربما المغني كيوصلوا، ولكن هذيك الموسيقى اللي كتكون موراه فيها اشخاص كيساهموا فيها. فتحيه كبيره لكل الموسيقيين اللي معنا هنايا. تبارك الله عليك. اكيد تحيه. فرحان بزاف انا فراسك، عندي جوج الالوان اللي كيعجبوني انا اليوم. فرحان في هذه الحلقه هذه بالضبط، حيت كاين الشعبي. انا مريض بالشعبي من لا مريض باش تحاش اللي واعر واعر عندك الصحه. فهمتي كتمشي لهيبه كاع كنشوفك حمزه هذيك الشتاء كتجيب خبارك راه ما كتشاور مع حتى واحد. انت شوف حنا كل الناس سواسية من الشعبي بحال راه قال لك هو ما يشاور. هو راه عارفني سعدات كلمه فيك حال. شوف انا جوج الالوان اللي كيعجبوني هو الشعبي والراي. انتوما كيعجبكم الراي ياك الشباب؟ دابا تبارك الله وتحيه كبيره. غني لنا شويه ديال الراي. علاش؟ كنا شويه عمري اديتك. عمري درت فيك العيب. عمري درت فيك العيب. ولكن ضروري عندك شي، عندك شي ضروري نسمعوك. شي شو بابيشا كتقنع ياك ما تخرج. باش نخرج من الحلقه بلاش شي شو بابيشا العيشه. نقول بصوت مرتفع. بغينا نسمعوك، بغينا نسمعوك شي دندنا بالراي. شي حاجه بالغوات. ما طولتيش فيها. شوف شوف انا كيعجبني نسمع الموسيقى اكثر من نغنيها. ما عنديش صوت صراحه موسيقي، ولكن اللي بغيت نقول لا غنقاطعك عاوتاني في هذه. هذا راه شويه فيه شويه ديال التواضع. التواضع وفيه شويه ديال هذا. علاش درت هذا؟ بغيت نقول لك اسدي نسيم هذا راه كان عازف اورغ فرقه موسيقيه وتيخدم في العراسات
وتيغني مزيان باركتي لا ما غنش غنى شويه ولكن بصح كنت لعب لورغ مع المرحوم استاذ عبد العالي بولبول الله يرحمه النار ووسع عليه كان اطيب خلق الله كان فنان بكل تحميله حتى هما خرجوا فنانات صح زمان بولبول تحيه لعائله بولبول عائله كبيره تكون هذه فرصه اننا نشوفوا حمزه الفيلالي كيعزف على الاورغ وكيغني كنغني لا نقدر نعزف هذا غادي ماشي بحال احترام مع الجمهور هو كان كيخدم يلا كنجمع في لي فولوور هذه خاص عبد العالي ولكن معايا 30 حلقه عقلت يا حمزه ملي لعبنا في سلسله الدرب اييه كان الدور ديالك مغني وكنتي ديما عقلتي كان عنده واحد لوتيك ديما دائما كيساوي وكان شخصيه رائعه 30 حلقه تميز فيها وفراسك هاد الحاجه اخرى انت كتغني ولكن كتغني ملي كتكون ممثل حيت عارف بان الجمهور غادي يغفر لك كممثل كتغني صحيح. ولكن قدام السي عمر والسي مصطفى والسي نسيم غتجرأش تقول مغني غفر لي الله يحفظك لا ولكن اليوم غادي نشوفو غادي اكيد غادي نشوفوك مغني وغادي نشوفوك كتعزف على الاورغ هادو كلهم تحديات ومفاجآت عندنا في سهرة جماعة نازينة مشاهدينا غنتوقفوا للحظات وراجعين معكم مع جماعة نازينة أتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وإن دعت بأفداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموع يفكراك أرجع تاني بلقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني الفيلالي تفقاتكم على حمزة الفيلالي بارك الله عليك
سي حمزه الكلالي يبرز عن مهاراتي. شتي جبدت لك منه تبارك الله عليك. انت اللي قدرت جبد حوايج خويا كنت كيقول لك لا انا شكرا ساما. كنت خايف من الجمهور يكرهك هو ولا كيحبك اكثر؟ الحمد لله تبارك الله عليك ثقتكم على المايسترو حمزه. والشكر الكبير كيرجع للوالده ديالي اللي من الصغر وهي علمتنا الفن وبزات علينا الفن. تحية كبيرة لها. بعدو من بزاف الحوايج خايبين الحمد لله. تحية كبيرة لها. الحمد لله شكرا. تحية كبيرة لها ولكل الأمهات اللي كيشجعوا الأبناء ديالهم على أنهم يمارسوا الهواية ديالهم سواء رياضة أو فن، لأن الفن كيهذب النفوس. خير مثال هو السي حمزة الفيلاني اللي اليوم معنا. تبارك الله عليك. كثرتي بزاف ياك حمزة. الله يحفظك. لا تبارك الله عليك ولكن مازال آلات أخرى كيعزف عليها. شكرا بشرى الله يكبر بك. الله يلاقينا في طورناج آخر وتولي تبرز مواهب ديالك في آلات أخرى إن شاء الله. شكرا غير لك البيانو. صافي بشرى صافي شكرا. أكيد أنه غادي نشوفوا مهارات أخرى وغادي نشوفوا مفاجآت ديال الفنانين ديالنا، خصوصا أننا وصلنا الآن ثاني تحدي في البرنامج، تحدي دندنة. تحدي دندنة فيه كنمشيو عند الفرقة الموسيقية اللي كتختار لينا مجموعة من المقاطع الغنائية. كل ضيف منكم غادي نشوفوا واش غيتعرف على الأغنية، وبيان سور إلا تعرف عليها ما كرهناش أنه يدندن لينا. شوفوا أول مقطع غنائي، مشيو عند سي عمر، موسيقى مايسترو. مشيت فيها يا سيدي. أنا حر أنا حر أنا حر لله ثني أنا شفته وعجبني. يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر بغيت ندوق الحب خلينا رد وابني. يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر لله ثني أنا شفته وعجبني. يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر بغيت نذوق الحب خلينا رد وابني. حلو ولا مر سلمت أمري فرحني أو يعذبني لا بتحب وتعذر قلبك يغلبني داك الساعة جاوبني. يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر لله ثمي أنا شفته وعجبني. بارك الله عليك. أغاني الجميلة تعرفتي لها يا سيدي أنا حر. للي خطيك شو الأغنية أخرى والمقطع غنائي آخر. دور الآن على السي حمزة. يلا شوفوا شنو محضر لنا المايسترو. موسيقى دخلتي لينا تيرانا قلت عندك. ثق فيا. منين انا ومنين انت يا وين بقيت صاره ممتعه مع فنان ليلى. كمل عاوني عاوني عمر سير. وانا حوز المغرب الخوا ما قلت عيب ربي تيم بام بام راسك ثلاثه خلي وانا انا ندير لبسي ندير بلاي باك. ورا قلت لك جي وما جيتي البلاي باك ما عرفتش ليه. ونحاسبك بذنوبي الله هاكي في هاكي في هاكي في والحب حب زاف عليك. هذه كنطير فيها. والمعاسي سيدي سعيد مزيدنا والقلبي أنا زيد عمر والعالم
والتجاري وسيل احمد مول وظيفه هاكي في هاكي في هاكي في ليلي وامي لا لا الهوى بيضاوي عشق يا الله يجرح ويداوي امي لا لا خلخل وخلخل والعزيز على امي متو عمرو ما يتخف عندك الزهر حمزه تبارك الله عليكم انت اش عندو الزهر كلشي غنى معك اغنيه سي انا بصديق دائما والاخ نخليوه حمزه ومبان الله يحفظك تبارك الله عليك وغادي نمشيو الان الله يحفظك شنو بغيتي دابا من الاخر قدام المشاهد سلام تخرجوا فشاتك ونبقاو دائما في هذا الجو الجميل نمشيو عند الشيخ مصطفى شوفوا اغنيه اللي غيقترح لينا المايسترو موسيقى وعليك سنغني يا بنت المدينة وعليك سنغني بنت بلادي زينة نهدي لها فني بشرة بلادي زينة نهدي لها فني يا 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 بنت المدينة ذهبي كيسطا النور في خدودك يلمع يا بنت المدينة يا بنت المدينة شعرك ذهبي كيسطا والنور في خدودك يلمع يا بنت المدينة يا بنت المدينة وعليك صباح الرابع وعليك تهيل وحماية يا بنت المدينة يا بنت المدينة وعليك صباح الرابع وعليك تهيل وحماية يا بنت المدينة يا سلام يا سلام سي عمر تيقول لي سمعتي بالك وجوه اخرى فينا دابا اشكال اخرى لا انا للمشاهدين كلهم كيشوفوا شوفوا حوايج جداد ايوا كل واحد خرج منه العجب اول واحد انا بدا والله العظيم لا تفاجات بحمزه اول مره تنعرفوا بان تيعزف الاورغ والله تبارك الله عندك عليك. شي بلاصه في الفرقه انا مزوق في وليدات السي مصطفى مرحبا تابعني والله الا شرف لي مع خويا مره شوف كل عندك ولكن نمشي معاك الحفل اصلا الحفل اللي قالك غيدير سنكون معاك فيه لا ضروري هذا وعد السي مصطفى لا تقدم مصطفى السي مصطفى وعدتينا غدير الحفل والله حتى انا غنكون اول واحد غنشري التيكي سنهضر معك بالصح مرحبا والله العظيم كنا غادي نشريو لي التيكي وغادي نحضروا لهاد الحفله بزاف دابا سمعنا كلشي كيغني قالت لاله بوشرى مرحبا شوفوا المايسترو شنو مخبي ليها يلا موسيقى مايسترو باينه الله 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 هادشي مرات
مثلو ما نلقاه زين اللي عطاك الله مثلو ما نلقاه ديما في بالي ونهار وليالي هاتشي مرة زاد قلبي شرا أجي كمري وراني مستناي لا 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 مثلو ما نلقاه زين اللي عطاك الله مثلو ما نلقاه ديما في بالي ونهار وليالي هاتشي مرة زاد قلبي الجرى هاتي شمارة زاد قلبي الجرى أجي داويني وراني نستنى الله 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 بشرى شوية شوية يلا برافو عرفتي شنو مشكلتي في الغنى خويا نسيم كنتحمس ولكن ما تنعرفش امتى ندخل هذه هي المشكلة هي خاصك تجيبها حتى الوسط ديك الحماس اللي كيشدني دابا الموسيقى راه بادية ما كنعرفش ديك ديال ماشي الوقت اللي غندخل لنا خاصني ضروري يبدا لي شي واحد اولا المايسترو عطينا البلاصة فين تبداي صافي سي مصطفى الله يكبر بك ولكن عاوناك لا الله يعطيكم الصحة كنشوف فيك غير اخويا عمر وانت دابا المشكلة ماشي عاونتيني في الغناء كيدير لي الإشارات كيسحب راسو باقي في الكاس تبارك الله عليكم وشكرا بزاف على هاد اللحظات الجميلة اللي كنقتسموها واخا ما تنعرفوش نغنيو ولكن عندنا الإحساس باش كنحسو أكيد كل الشكر لكم كل الشكر لكم لأنكم أنتم اللي كتخلقوا لنا هاد الأجواء الجميلة وكتعيشونا في هاد الأجواء الجميلة شكرا لكم ومن هاد الدندنات الجميلة غادي نمشيو الآن لمدينة القصيبة وغادي نستقبلوا فرقة غنائية أمازيغية برئاسة الفنان سعيد أبلال We'll be right back.
نفحات من الغناء الأمازيغي الأطلسي. يا سلام يا سلام. سافرنا إلى جبال الأطلس. شوف بلادنا شحال حافلة بالمواهب وبالتاريخ وبالموسيقى. عندنا اللي بغيتي، عندنا الطبيعة، عندنا الموسيقى، الحمد لله، عندنا الأكل، عندنا الفن، عندنا كل شيء. الحمد لله على بلادنا يا ربي، الحمد لله. شكرك على هذه البلاد الرائعة اللي عندنا. غنانا في تنوعنا خويا حمزة. غنانا في تنوعنا. شفنا هذه اللوحات الرائعة من جبال الأطلس، وفين ما تسالينا في المغرب طلعتي للريف، للصحراء، الوسط المغرب، للشمال، الجنوب، إلا عندنا نغمات مختلفة، كلمات مختلفة، وهذا هو اللي تيميزنا وتيميز تراثنا. شكرا لكم. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. مشاهدينا باقي العديد من المفاجآت، باقي غادي نمشوا في تراثنا وفي غنى ثقافتنا الموسيقية المغربية. غادي نتوقفوا للحظات وراجعين لكم. Thank you.
مصطفى بورغون وزيتوني صفيقاتكم. شكرا. صفيقاتكم على مصطفى بورغون. علي 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 انا كنشطع على كل شيء. شكرا. تبارك الله عليك، اغاني من الزمن الجميل. شكرا. رسول الله يا الشهيد جا سيدنا محمد الله مع الشهيد علي. شكرا بشرى. شكرا شكرا تبارك الله عليك. عرفتي واحد القضيه واش لاحظتي معايا الشعبي كيبغي اتساع كيبغيتي صح. كان معايا شي مات واحد صحابي من فرنسا كيشطحوا بحال هكا في بلاصتهم. عرفتي حنايا خاصك تجري تقدر تشد حجره شي بالفرحه تقدر دير اي حاجه. والله شطح لي انا بوحد بلاطو ديال جماعه نزينه كاين اتساع. لا كاين اتساع كاين اتساع. واش نطلبوا من المشاهدين نكونوا خفاف على قلوبهم ان شاء الله. اكيد. ولكن اشطح انا مريض انا مريض انا كخلق انا مريض. ماشي انا مريض انا شطح. لا شطح لا كتحبوا الرقص التلفازه هذه باش. تبارك الله عليك سيدي مصطفى. الله يحفظك. اغاني من الزمن الجميل. نفكروا صويرتك ما تدويش وما تونسنيش. اييه صويرتك ما تدويش ما تونسنيش. اغنيه ديال في البوم ديال من البوم شحال سنيتك ما جيتي هذه في 86. 86 اغاني شحال سنيتك ما جيتي وريتي ياك السي مصطفى. شحال سنيتك ما جيتي يا ملي غبت هجيتي وحرقت قلبي بلي 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 وانت 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 اللي ضيعتي. الله. برافو بشرى برافو. اغاني من الزمن الجميل واغاني اللي غتبقى دائما في البال اكيد يعني غتبقى دائما حاضر معنا. مشاهدينا الان وصلنا لاخر تحدي في برنامجنا تحدي اغاني في البال. تحدي اغاني في البال تحدي اللي كيتسناو ضيوفنا واللي كيتسناو مشاهدينا. عندكم 6 ديال الارقام كل رقم كيحمل واحد الكلمه اللي كترمز لواحد الاغنيه مغربيه من الاغاني الخالده اللي بقات في الذاكره المغربيه. شوفوا النجوم ديالنا واش غادي يتعرفوا على هاد الاغاني وما كرهناش يدندنوهم لينا. مشيو عند سي مصطفى شوفوا الرقم اللي غادي يختار لينا. تفضل. الواحد. رقم واحد. يا ناسي. يا سلام ناسي. استاذ ابراهيم العالمي الله يرحمه. ابراهيم العالمي من الاغاني الجميله. الاغاني والحمد لله وعنده الريبيرتوار ديالو كله كان ناجح سبحان الله العظيم. الاغاني ديالو كانت محبوبه بزاف من طرف جميع الجمهور المغربي. ونذكروها نذكروا هذه الاغنيه الجميله. يا ريت. موسيقى مايسترو. يا ناسي يا ناسي العهد نسيتيني وحرام علي وحلفتي عمرك ما تخون واخا حلفتيني جو قالوا لي عليك ونسيتيني وجفيتيني وشغلتي قولي بيبي كيري راي دا راي دا راي يا ونسيتيني ونسيتي يامي وشفيتيني وقطعتي كلامي ونسيتيني ونسيتي يامي وشفيتيني وقطعتي كلامي وحرام عليك تخون وتخليني مشطون وحرام عليك تخون وتخليني مشطون ونسيتي يامنا وليالينا ونسيتي شحال شطحنا وشحال غنينا نساوك الناس فيا ايوا بكلامهم سلمتي فيا وحرام عليك تخون وتخليني مشطون يا سيدي وحرام عليك تخون وتخليني مشطون ما خممتي
فكرتي ما خممتي ما فكرتي ما خممتي ما تفكرتي ما خممتي ما فكرتي ما عرفتيني فين نكون تبارك الله عليك سيدي مصطفى تبارك الله عليك أغنية جميلة غادي نمشيو نيشان عند حمزة أنا واحد السؤال خصني نغني بحاله لا حيت باش بحال حرجتوني في هذه الحلقة هذه ولكن ماشي مشكل سير واحد ولي تشجع مفاجأة أعتذر للمشاهدين الكرام إلا غلطوا ولا شي حاجة أنا راه ضحكين وناشطين قبلوا علينا وصافي تفضل السي ناسب نشوفوا الرقم اللي غادي يختار لنا حمزة سير سيدي أعطيني سيدي رقم ثلاثة رقم ثلاثة يلا إليها لها يلا يلا بلونغري عبد الله مولاي عبد الله الله انت عندنا بزاف بحال اللي غناخذك بلاصتك نسيت براسي ولكن صعيبه ولكن فراسك اجو انا مشيت بحال دخلت عندكم ياك ولكن واحد القضية قسما بالله من اعز اغاني عندي مولاي عبد الله كنسمع تقريبا انا رم بليبك بحال نسيم والله العظيم راه 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 عيقتي بهذا الابداع وما عرفتش والله ما عرفت تحيه لك كبيره وتعاوني مرحبا عمر سعد اخي مرحبا اخي شكرا موسيقى مايسترو الله أمامي أنا 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 طه يا أبا مولاي عبد الله الولي رح نجينا نصرو سير نضنا فرحانين لا لا رجعنا مجموعين وهي نوالي الحنين وتعالى تشوف الزين راس والف جايين صايرين ووليدي جاو خيل شعيدا لا لا جاو خيل ولا تفرج وجاو الخيل شعيدا وسما لا الاحكام تطير الحر لا لا ولا لا ولا لا ولا لا 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 وعد على طه يا أبا مولاي عبد الله الولي رح نجي ننظرو سين وجه الله 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 الحقنا الجديدة والحقنا الجديدة وبنت لي الكويدة قلت ليها مالكي فريدة حيت الغربة فايتة فيها مالكي مجلية في الخليان مجلية في الخليان طايرين بك بحور ويدان وشكون هما الطمان لازم تعاودي ليا وقالت لي يا شريف يا ولد سيدي تحمل لا تبقى شي فقعان راني عندي ثلاثة طمان والأول في الطمان والثاني في الطمان والثالث في الطمان هو محمد السهدي هات الأسرة العلاوية عاش الملك شكرا يا سلام عندي مستقبل كاين مستقبل كبير مازال خاصني انا غنوريك انا غنوريك علاش كاع خاصك ما نحيدك نحيدك بعد من شويه حمزه دابا انت كتغني وكتسد عينيك وهما تيبغيو زعما يديروا لك حمزه ها امتى تبدا شد عينيك مكونسونطري لا تعمل عايش عايش اسمع الاغنيه عليا هذه الاغنيه وعندها عندها تاريخ وعندها معنى كل كلمه عندها معنى كل فقرة عندها معنى تحية لصاحب الأغنية تامي السلمي صاحب أغنية مولاي عبد الله الله يخليكم الله يرحمه الله يرحمه ويستر عليه يا ربي ونمشيو الآن عند لالة بشرى الله يا الله بيني لينا ونشوفوا الرقم اللي غادي تختار لينا علي الله يعطيكم السر صوت على قد الحال اختاري شي رقم سهل ناخذ رقم 4 رقم 4 كذبة هاي هاي هاي
هاي هاي وكل حق الموت كينا هاي 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 وحتى لين ولا نتينا غير وحدي فطار هاي 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 هذيك اللي بينا هاي 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 وكل حق الموت كينا هاي 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 وحتى لين ولا معينا هاي 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 عوشة فوق الناس البحر معانتم تشعر معانتم تشعر عوشة فوق الناس البحر معانتم تشعر معانتم تشعر لي سولتك فيني كنتي قلتي افضرنا هاي 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 وهادي كذبة بينا هاي 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 كل حق لموت كينا هاي 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 وهادي كذبة بينا هاي 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 احتالي وانا معينك وحدي فطار الله 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 تريت امدرا تبارك الله عليك هالعار اني مخبارك عتق درتي واحد النبره ديال الفنانه الكبيره اللي جات تابع والله الا ديال انت وصلتي والله زعما الله الا درتي واحد النبره ديالها دابا جبتينا دابا جبتينا حتى الاخر عاد بديتي تخرجات تحيه كبيره للديفا اكيد تحيه للفنانه الكبيره نجاة تابع الخشبات لاله نجاة تابع من هذا المنبر وكان وعدك غنصوب لك الالبوم انايا ومن عند لاله بشرى غادي يمشيو عند سيدي عمر قال نشوفوا اخر رقم معنا في تحدي اغاني في الباب خذ اختي شال واحد ثلاثه اربعه هادو مشاو الجوج والخمسه والسته ياه خير الامور يا اوسط حتى حنا نمشيو خمسه يلا يلا رقم خمسه فاطمه فاطمه الغزال فاطمه ملحون غزال فاطمه يا سلام السلام عرفوني فاسي عفوك عطاك ستر عمل لهم هذه الأغنية موسيقى مايسترو الله الله يا سلام ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شبال تسقامي كيف نبقى حير وانتي بسلية روفي يا الغزال فاطمة رحمي يا راح العقل ترحمي من شفاك تسقامي كيف نبقى حير وانتي بسلية روفي يا الغزال فاطمة مولاتي والحب والهوى والعشق أنا الغرام من حال الصباف عدا يا قمو الله كل واحد دار مقامو يا كاسيدي مهشتي وتحب حسامو مع سامو يطعن ويزيد في الغراد عدامي في غراد هاد الدامي غير ملكت عقلي بشمالها وغلقت عنوابها بالمراحمة ارحمي يا راح العقل ترحمي ومن شفاك تسقامي كيف نبقى حيان وانتي نسلية روجي الغزال فاطمة ارحمي يا راح العقل ترحمي من شفاك تسقامي كيف نبقى حيل ونتي مسلية رغي الغزال فاطمة ارحمي يا راح العقل ترحمي من شفاك تسقامي كيف نبقى حيل ونتي مسلية رغي الغزال فاطمة ارحمي يا راح العقل ترحمي نشفك تلقاني نبقى حي وانتي مسلية تبارك الله عليكم شكرا الله تبارك الله عليك تبارك الله عليك ماشي مشكل الشرف اسمحوا لنا عمر في ما حطيتيك تبارك الله تبارك الله عليك كانوا هادو هما الدندنات ديالنا هادو هما الاغاني اللي في البال اللي غتبقى خالده في ديك في الاذهان ديال كل مغاربه لالا بشرى كيف جاوك اجواء صارت جمعتنا زينه جمعتنا زينه ولمتنا زينه وهاد اللمه وهاد الجمع الطيب هو اللي محتاجه العائله المغربيه السهره ديال جمعتنا زينه
تجمع عليها العائله وهالتناقل يعني وهذا الاجيال اللي بغينا نقولهم الاجداد الاباء الابناء على التراث المغربي الاصيل هو الربح هو الفضل وراس المال في هذه اللمه هذه. فشكرا على الاستضافه، شكرا على هذه اللحظات الجميله اللي اقتسمت مع سيدي مصطفى، الله يطول عمرك ومزيد من الابداع والتالق. وسي عمر وحمزه، حمزه الغزال ما تجي السي انا لا انت يا حمزه، حميزه كبرت تعيات قديمه حميزه. الله يوفقك حبيبي والله يسهل عليك والله يلقينا دائما في وقت الزوينين ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك لاله بشرى على تشريفك لينا وتنويرك لنا في جماعتنا الزينه. سيدي مصطفى نسيم كلمه على اجواء سهره جماعتنا الزينه وهذه اللمه الجميله بعد هذا البرنامج. الاسم ديالو يعني تيدل على يعني جميع الفقرات اللي كدوز فيه، برنامج شامل كيستمتع به يعني المتلقي وواحد الاريحيه وواحد الحب. علاش؟ لان كتعطيو من كل حاجه في الفن المغربي يعني بجميع الوانه، كتعطيو للمغاربه كاملين للجيل القديم تذكروه يعني بالزمن الذهبي، ولا كذلك الجيل الجديد يستمتع حتى هو وتيكتشف وتعرف بان المغرب عنده تراث وعنده يعني فن عريق. هذا تاريخ، تاريخ عظيم كنفتخروا به كاملين كمغاربه الحمد لله. وكنوجه تحيه كبيره للناس المقيمين على البرنامج، تقنيين اللي كيشتغلوا وراء الستار، تحيه لهم كبيره، تحيه لك الاخ نسيم، تحيه للفرقه الموسيقيه وتحيه للجمهور اللي حاضر معنا. تبارك الله عليك سيدي مصطفى، شكرا لك لانك قبلتي دعوه البرنامج. شرفنا بالحضور ديالك. شرف لي انا اخويا. الله يطول لي عمرك. سيدي حمزه الله يحفظك، الله يكبر بك. اولا انا فرحان بزاف، حسيت براسي في العائله ديالي وسط العائله ديالي، والجمهور غادي يشوف رانا نشط ضحكنا. يعني ما كاينش كتجي من صراحه من كتحط رجليك في الطوناج قبل في الكواليس كتلقى المنتجين الناس اللي واقفين على الانتاج كيكبروا بك يرحبوا بك، ما كتحسش كاع براسك جاي تصورك، وما كانوش كاميرات ما تحس براسك كتصور، وانت اسم على مسمى منور وفنان كنفتخروا به. وهذا البرنامج وهذه القناه خصها تفتخر انك معها، لانك تبارك الله قد المسؤوليه، ماشي ساهل تهز برنامج كبير بحال هكا على ظهرك. وشكرا لكم بزاف، وكنحيي الاخ ديالي كبير سي عمر والاستاذ والاخ والحبيب سي مصطفى الاخت بشرى، اللي فيما كيكون عندي شي مشكل في حياتي كنعيط لها هي اللي كتحلو لي. شكرا بزاف، الله يخليكم لينا كاملين، ويا ربي تخلي جميع الفنانين المغاربه مجموعين ومتضامنين وما يكونش بيناتنا مشاكل، وخلي هذه البلاد ديما فرحانه وديما ناشطه. شكرا لك ان شاء الله. شكرا لك سيدي حمزه على هذه الكلمات الجميله، شكرا لهذا الجو المرح والابتسامه الجميله، شكرا لك لانك عشتينا ومع الضيوف ديالنا في لحظات جميله. شكرا لك، شرف لي، شرف لينا انك كنتي معنا في جماعتنا زينه. الله يحفظك اخويا، الله يحفظك. الله يطول عمرك سيدي عمر. سيدي نسيم، يمكن الاصدقاء والاخوان ما يعني قالوا كل شيء، ما خلاو لي ما نقول. المهم انا اللي نقدر نقوله انني جد فرحان لوجودي، ماشي لاول ولا ثاني مره، يمكن ثالث مره كنحضر معك في البرنامج، وديما في اي مره كنجي كنقول الحمد لله فرحان. كيف قال خويا حمزه، منين كتدخل الحمد لله الطاقم كله اصدقاء ديالنا كندخلوا ضاحكين ناشطين، وهو الدليل ان الحلقه كلها دازت كلها ضحك مع هاد الحميمق ديالنا الصغيور. الله هو كبر دابا، خلى هذا كله كبر ويصوني ويهرب. الحمد لله دازت حلقه في المستوى، كنتمنى ان نكونوا خفاف على المشاهدين وخفاف على هذا الجمهور الغزال ديالنا. وشكرا لك خويا نسيم، وشكرا للطاقم، وكنحيي الاصدقاء كلهم اللي موجودين معنا، سيدي حمزه، لاله بشرى، سيدي مصطفى، وتحية لك سيدي نسيم، وتحية للجمهور الكريم. شكرا لك سيدي عمر، كنا سعداء انك شرفتينا اليوم في سهرة جماعتنا الزينة. شرف لي. العفو العفو سيدي عمر. اما انتم مشاهدينا متابعينا الاوفياء على القناة الاولى، كنضرب لكم موعد القادم في حلقة قادمة مع سهرة جماعتنا الزينة. مازال في جعبتنا الكثير، مسك الختام غادي يكون مع الفنان والنجم عمر شريف. تحت صفيقاتكم، صباح الخير. علي عمر.
وتفحش نبغيته سارد ما هوش عندي وسارد ما هوش عندي وتفحش نبغيته سارد ما هوش عندي وسارد ما هوش عندي هويلي يا يما أيوة زين زين ولله يا طالب لا تكتبلي غير خليني I'm not